ينضم إلينا من مصر بالتحديد من محافظة بني سويف أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية. بعد تحية أيمن، زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إلى محافظة بني سويف وجولات تفقدية له أيضا في أرجاء المحافظة، فكيف تبدو التفاصيل لديك؟ تحياتي حسان. بالفعل كما ذكرت، هي سلسلة من الافتتاحات التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباحا اليوم في محافظة بني سويف التي تقع في الجهة الجنوبية بمصر تحديدا على بعد 115 كيلومتر من القاهرة. هذه الافتتاحات تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، المبادرة العام والأشمل والتي أطلقت منذ أعوام في مصر لمرحلتها الأولى، ويرعاها بشكل شخصي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لطبعا مباشرة جميع أعمالها على في المحافظات لتقديم كافة ما يتطلبه المواطن المصري من خدمات تتعلق سواء من الناحية الاجتماعية أو الصحية أو التعليمية. لو تحديدا عن ما تم صباح اليوم هنا في قرية، يعني في هذه القرية التي تقع في محافظة الفيوم والتي تم افتتاح بها عدة مشاريع تتضمن عدة مدارس كما نرى عبر الشاشة، المدارس في محافظة بني سويف تندرج تحت مبادرة حياة محافظة بني سويف تحديدا. هذه المدارس التي أقف أمامها الآن أربعة مدارس لمراحل مختلفة، بالإضافة أيضا لقسم شرطة، بالإضافة إلى مجمع الخدمات الموحدة التي تم افتتاحه اليوم، بالإضافة أيضا للسكن الاجتماعي الذي تم افتتاحه اليوم بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لهذا المكان. هذه الزيارة امتزج معها العديد، يعني الفرحة العارمة من يعني قاطني بني سويف الذين استقبلوا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالترحاب الكبير وبالحشد والهتافات الكبيرة، يعني ترحيبا بما يقدمه لهذه المحافظة بالتزامن مع المحافظات الأخرى في مصر من خدمات تتعلق بالناحية الاجتماعية والناحية التعليمية، بالإضافة أيضا للناحية الصحية. لو هنتحدث أيضا عن ما يعني هذه المحافظة أو ما هذه المشروعات تندرج تحت مبادرة حياة كريمة في هذه المحافظة تحديدا، والتي تتضمن 1616 أو 16 يعني مشروع ما بين اجتماعي وتعليمي وصحي تم إنجازهم في هذه المحافظة تحديدا ل 66 قرية موزعين على مراكز هذه المحافظة، بالإضافة أيضا إلى يعني إنجاز العديد من المشروعات الخاصة بالطرق والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية. يهدف هذا طبعا الحياة كريمة بشكل عام في هذه المحافظة إلى رفع مستوى معيشة الفرد وخاصة في الريف المصري، وكما أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بأنه المواطن المصري وخاصة محدود الدخل دائما ما يحظى بمرتبة في المرتبة الأولى لديه، وربما بعد هذه الافتتاحات تخلله العديد من القرارات كما استمعنا عبر يعني منذ قليل على القاهرة الإخبارية بأنه تم يعني زيادة الحد الأدنى من الحد الأدنى للدخل ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500، بالإضافة أيضا لرفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، بالإضافة أيضا لزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%. وإن كان الحديث أو ردود الفعل في الشارع هنا في بني سويف ترحابا بهذه القرارات بجانب عدة قرارات أخرى، يعني كلها تصب في مصلحة المواطن وتعكس كم يعني إحساس الرئيس المصري بما بنبض الشارع المصري. نعم، إذن تفاصيل مهمة أشكرك عليها من محافظة بني سويف أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا مباشرة. أشكرك شكرا جزيلا أيمن.